السلام عليكم أعزائي، أكلمكم اليوم عن القصور الملكية الجديدة لمحمد السادس. وضعت القصور التي تقيم بها الأسرة الملكية رهن إشارة جلالة الملك بدون مقابل منذ سنة 1967، حين أصدر الحسن الثاني رحمه الله مرسوما ملكيا يتضمن قرارا بهذا الخصوص. ومنذ إعلان حالة الاستثناء في عهد الملك الراحل، ظلت الميزانيات الخاصة بتسيير البلاط الملكي تعرف خطا تصاعديا لم يتوقف أمام الحاجيات المتزايدة لموظفي القصور. أما بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، فلم يتمكن المواطنون بعد على الاطلاع على ذوقه وأولوياته في تشييد قصور جديدة بالمملكة، رغم تضمن ميزانيات البلاط الملكي في السنوات الأخيرة لمبالغ خاصة بعمليات البناء والتجهيز. فأين اختار الملك محمد السادس تشييد أولى قصوره؟ وكيف تعامل البرلمان مع ميزانية البلاط أثناء مناقشة قوانين المالية الأخيرة؟ لم يعرف قصر الرباط أو دار السلام أي تغيير جذري في عهد الملك محمد السادس، يمس هيكلته ويزيح المؤسسات التي احتضنها طوال العقود الماضية عن مكانها. فلا زال المأشور يعرف نفس الاحتفالات الرسمية، واحتفظ أعضاء الديوان الملكي بنفس مكاتبهم، وظلت اجتماعات الحكومة برئاسة الملك تعقد بنفس المكان. لكن إذا كان هذا هو حال قصر دار المخزن الذي شيد سنة 1864 على أنقاض القصر القديم وعرف عدة تحسينات وعمليات توسيع، باعتباره القصر الذي تصنع بداخل غرفه وأجنحته معظم قرارات تدبير الشأن العام للمملكة، فإن باقي قصور المملكة قد عرفت حركية جديدة طبعت بذوق محمد السادس واختياراته، وجعلت خريطة ميزانيتها تتخذ أولويات مخالفة لما كان عليه حالها قبل صيف 1999. أعياد العرش بين طنجة وتطوان. بدأ قصر طنجة ينتعش في كل صيف، وبجانبه قصر تطوان، بعدما أصبح الملك الجديد يفضل في غالب الأحيان أن يلقي خطابه بمناسبة عيد العرش من قصر مرشان ليقيم حفل الولاء بقصر تطوان في اليوم الموالي. افتتان محمد السادس بشمال المملكة لم يكن موسميا فقط، فكثيرا ما اختار عقد لقاءاته مع ضيوف المملكة بعروس الشمال أو بمدينة الحمامة البيضاء. وبحكم ميول ملك البلاد إلى الاشتغال أكثر في مكتبه بمرشان، ظل سكان المدينة يلاحظون كثرة تنقله بين قصر الجبل الكبير الواقع في الضفة الأطلسية لطنجة وبين قصر مرشان القريب من الميناء الواقع في الضفة المتوسطية. انتقل مدخل مرشان الذي كان محاصرا بمدفعين قديمين إلى الجهة المقابلة لمدخل البناية التي شيدت في الفترة الاستعمارية بهدف احتضانها لبرلمان طنجة، حيث كانت عروس الشمال تعرف استعمارا دوليا مقابل خضوع باقي مناطق شمال المملكة للاحتلال الإسباني ووسطها وشرقها للاحتلال الفرنسي. وأصبح بمقدور المواطنين المغاربة أن يطلعوا لأول مرة على الذوق المعماري للملك محمد السادس، لأن قصر مرشان الذي عرف عدة إصلاحات على عهده لا يتوفر على أسوار عالية تحجب بنايته عن أنظار المارين بجواره. بعد طنجة قصر شفشاون. رغم وجود بصمات خاصة لذوق الملك الجديد على بنايات وأجنحة عدة قصور وإقامات ملكية تم إصلاحها خلال السنوات الماضية، فإن الاطلاع على ذوقه بالكامل لم يتم إلا بعد الانتهاء من بناء قصرين جديدين اختار تشييدهما على التوالي بكل من طنجة وشفشاون. فمع اقتراب مرور عقد كامل على اعتلائه العرش، ستصبح لمحمد السادس قصوره الخاصة التي تعكس أولوياته في تدبير شؤون البلاط، وتكشف جزءا من شخصيته، كما كشفت القصور التي بنيت على عهد الحسن الثاني رحمه الله طريقة تفكيره وتسييره لمجال يختلط فيه المال الخاص للملك والمال العام للمواطنين. وتبدو الحدود بين الحياة الخاصة بتلك المرتبطة بشأن العام شبه منعدمة. والمؤسسة التي تزيد من غموض الفصل بين العالمين هي السكرتارية الخاصة للملك، فكما كان عليه الحال في عهد الملك الراحل، لا زال السكرتير الخاص للملك يجد فوق مكتبه ملفات تدبير الثروة الخاصة لملك البلاد، كما يجد في نفس الوقت تلك المرتبطة بشؤون البلاط الملكي التي يتم تمويلها من المال العام. المرسوم الملكي لأبريل عام 1967. منذ حصول المغرب على استقلاله، فضل الملك محمد الخامس طيب الله ثراه أن يجعل القصور والإقامات الملكية تحت تصرف الدولة، وأن يكون وزير المالية هو من يضع ميزانية تسييرها. وبعد أن طويت صفحة شد الحبل بين مكونات من الحركة الوطنية وبين القصر، اختار الملك الحسن الثاني أن يحسم الأمر بمناسبة إصداره مرسوما ملكيا
حول سن نظام عام للمحاسبة العمومية، يحدد الفصل 83 الوارد في الباب الخاص بعمليات النفقات من هذا المرسوم الملكي أنه تجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الملكية. فبمقتضى هذا المرسوم فإن جميع القصور التي كانت تقيم بها العائلة الملكية منذ الاستقلال تعود إلى ملك الدولة، لكنها توضع تحت تصرف الملك وباقي أفراد الأسرة دون أدنى مقابل مادي، ما دام أن المصاريف الخاصة بتسيير هذه القصور والإقامات يتم اعتمادها كل سنة في إطار قانون المالية. ومن هذا المنطلق فإن جميع القصور الملكية التي تم بناؤها بعد سنة 1967 من المال العام المخصص في ميزانية البلاط أو إزالة القصور والتشريفات والأوسمة تنطبق عليها نفس القاعدة. ميزانية البلاط: ما يسمح به القانون نظريا من مراقبة للمال العام وإخضاع جميع المعطيات المرتبطة بتدبير هذا المال للنقاش لم يتحقق بعد على أرض الواقع. فرغم جميع المجهودات التي بذلت طوال سنوات العهد الجديد من أجل جعل عجلة التحديد تدور بسرعة أكبر، فإن رياح تدبير ملف القصور والإقامات الملكية ومعها ميزانية جلالة الملك لا زالت تجري بما لا تشتهيه الشعارات المرفوعة في عهد الملك محمد السادس. فرغم تكتم الجديد الذي يحيط بأسوار القصور توالت التسريبات في العهد الجديد، وبدأ الجميع يعلم أنه تم التخلي عن حريم القصر وعن العديد من الطقوس التي لم تعد مناسبة لملك انحاز لخط الاقتراب أكثر من هموم الشعب وحمل لقب ملك الفقراء. لكن لا أحد من البرلمانيين تجرأ طوال الولايات التشريعية السابقة على مناقشة الميزانية التي تنقسم إلى قسمين: قسم جلالة الملك الذي يحتوي على القوائم المدنية ومخصصات السيادة، وقسم البلاط الملكية الذي يضم الاعتمادات الخاصة بالموظفين والأعوان والاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة. وظل جميع النواب والمستشارين يصوتون بالإجماع على ميزانية الملك والبلاط دون أن يطرحوا أي أسئلة ربما قد تساعد على تدبير أفضل لصرفها، إلى أن تفاجأوا بانفجار ملفات مرتبطة بتدبير هذه القصور، واختلفت مواقع الذين طالتهم أصابع الاتهام من بين مستخدمين وموظفي القصور، من محافظ قصر أكادير إلى مسؤول أمن القصور الملكية إلى أصحاب المهام البسيطة. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. أصبح القضاء لأول مرة يسائل رجالاً كانوا إلى عهد قريب ينظر إليهم كأصحاب امتيازات تجعلهم خارج أي مساءلة، اللهم تلك المرتبطة بنظام تسيير القصور من الداخل. إلا أن الذي حدث داخل قبة البرلمان في السنتين الأخيرتين لا يعكس بتاتاً هذا التحول. رغم أن وزارة المالية لم تعتد على مد البرلمانيين بالتفاصيل الكبيرة التي تخص ميزانية البلاط، إذ لن تحيلك الأرقام الخاصة بالاعتمادات المرتبطة بالمعدات مثلا على معرفة أنها تخص إصلاح هذا الجناح المحدد بقصر طنجة أو ذاك بمراكش، فإنها كانت على الأقل تجعل نواب الأمة يطلعون على الخطوط العريضة لطريقة صرف ميزانية أهم مؤسسة بالبلاد. أما التقليد الجديد الذي دأبت عليه الجهة المختصة مؤخرا فهو مد البرلمانيين ومن خلالهم الرأي العام بالأرقام الإجمالية للميزانيتين فقط. جلالة الملك بشقي القوائم المدنية ومخصصات السيادة، والبلاط الملكي بشقي الموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة. وحين سأل النائب محمد نجيب بوليف عن الملحق الذي اعتادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التوصل به فيما قبل خلال أشغالها لعرض قانون المالية الحالي، كان جواب نزار بركة الوزير الذي ناب عن وزير المالية في مناقشة أعضاء اللجنة صادما: هذا كل ما توصلنا به. وبدأ القرار بالكشف عن معطيات المماثلة ليس بيد الحكومة، فقد حدد الوزير أنه سينقل ما قاله النواب للجهات المختصة، فمن تكون هذه الجهات؟ وزارة شرفية وكتابة خاصة للملك. الذي يعود الميزانية عمليا هو وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، إلى جانب الكتابة الخاصة للملك قبل أن تحال على المديرية الخاصة بإعداد قانون مالية بوزارة المالية. فحاجيات القصور وموظفوها ومستخدموها تتحدد داخل الدار، ويعلم القائمون عليها أن الأرقام التي سيحددونها لن ترفض، ولن يقول لهم مسؤول وزارة المالية أن الموازنات الماكروإقتصادية لا تسمح بتلبية هذه الطلبات. فإلى حدود اليوم تمر ميزانية البلاط الملكي من جميع مراحلها دون أن تعرف أي تعديل أو رفض، ومع ذلك فقرار الشفافية في عرضها قد تم التراجع عنه، وظل النواب بلا تفاصيل تخصها رغم احتجاج بوليف. فحتى إذا افترضنا أن الوزير نزار بركة أو غيره قد نسي تبليغ الكتابة الخاصة للملك أو مسؤولي وزارة القصور الملكية بما حدث، فإن الواقعة قد عمت
فإن الواقعة قد عمم نشرها على صفحات الجرائد وخلفت ردود فعل مؤيدة ومعارضة. لم نتوصل بالوثائق التي كانت تقدم خلال سنوات المنصرمة من الولاية التشريعية السابقة، يؤكد بونيف النائب بفريق حزب العدالة والتنمية المعارض.